اهلا بكم من جديد. اعمال الالكتروميكانيك بتتميز بالعديد من المعايير زي التخطيط الناجح والتنفيذ الدقيق والاداء المبتكر، كلها معايير بتعزز من زياده هذا المجال. والحقيقه ان في كتير مننا ما يعرفش عن المجال ده حاجات كتير وتخصصاته وايه اللي بيقدمه مجال الالكتروميكانيك في خطط التنميه. وفقرتنا النهاردة هنعرف تفاصيل كتير عن الإلكتروميكانيك ومجالاته مع المهندس محمد نصير استشاري أعمال الإلكتروميكانيك. أهلا بحضرتك معنا، نورنا ومشرفنا النهاردة في الاستوديو. كون المرحلة اللي بيتم فيها هذه الإنشاءات أو التصميم لهذه الإنشاءات بتكون أي مرحلة، وبيكون دور المكاتب الاستشارية فيها إيه؟ طبعا بيختلف دور المكاتب الاستشاريه على حسب اللي هو العميل اللي بيقدم له الخدمه. في ساعات يكون المكتب الاستشاري بيقدم الخدمه دي للجهه المالكه، وفي هذه الحاله بيقع على عاتق الجهه الاستشاريه اعداد تجهيز مستندات الطرح والاشراف الهندسي على المشروع. في حاله ان هو لو بيقدم الخدمه دي للجهه المنفذه بيقتصر دوره على مراجعه الرسومات التصميميه المقدمه من المالك للجهه المنفذه واعداد رسومات التنفيذيه اللي هي رسومات الشوب دروينج ومساعده الجهه المنفذه في التغلب على المشاكل اللي بتواجه المقاول اثناء تنفيذ المشروع ومساعدته في تجهيز الورقيات الخاصه بالمطالبات الماليه. طب لما بنقول كده الانجازات اللي ممكن تتم من خلال هذه المكاتب او الاعتماد عليها في تاسيس او انشاء المشروعات، ما انا بقول لحضرتك يعني هو انا دلوقتي في حاله لو المكتب الاستشاري ده هو بيقدم الخدمه دي للجهه المالكه، تمام، بيكون بيقع على يكون دوره اللي هو تجهيز مستندات الطرح، وده بيكون من خلال ان المكتب بيبدا الاول يقعد مع الجهه المالكه ويسمع متطلباتهم واقتراحاتهم بخصوص المشروع، وبعد كده بعد بيسمع الكلام ده بيبدا ياخذ في عين الاعتبار في تجهيز المستندات الطرح. ومستندات الطرح دي تشمل اول حاجه بقدم للمالك ما يسمى بالار او دي ريبورت اوف ديزاين، وبيتم في التقرير ده شرح مبسط للنظام اللي احنا هنستخدمه للمشروع ده، الاسس والمعايير التصميميه والاكواد القياسيه التي سوف يتم اعتبارها اثناء تصميم المشروع، وبعد كده باخد التقرير ده واقعد مع الجهه المالكه واناقشه معاها، وبعد اخذ الموافقه على هذا التقرير بيتم تجهيز او اعداد الرسومات التصميميه للانظمه المختلفه للمشروع مرفق معاها النوتة الحسابيه الخاصه بحسابات الانظمه، وبعد كده بنبدا نجهز المواصفه الفنيه الخاصه بهذه الايه الخاصه بهذه الانظمه. والمواصفه الفنيه دي بيكون فيها توصيف دقيق لكل بند من بنود المشروع والانواع والاشتراطات الخاصه ان وجدت يعني لهذا المشروع، وبعد كده بنعد حاجه اسمها قائمه المصنعين المعتمدين والذي يتم فيها والتي يتم فيها تحديد الماركات التي سوف يتم استخدامها لكل بند من بنود المشروع والتي على اساسها يتم توريد هذه العناصر او البنود في المشروع، واخر حاجه تجهيز مقايسه الكميات وفيها يتم عمل توصيف لكل بند من بنود المشروع مع وضع الكميات الفعليه لكل هذه البنود طبقا للرسومات التصميميه. وفي اخر الكلام ده كله بيتم عمل استيميشن بادجت او تكلفه تقديريه للمشروع بناء على مقايسه الكميات. وطبعا في الاستيميشن بادجت ده بيلعب فيه دور كبير جدا اللي هو المتطلبات المالي على اساسه بيتم تحديد المواصفه الفنيه وقيمه المصنعين المعتمدين. طيب الى اي مدى، وانا شايفه ان حضرتك الشغل هتبقى كبيره جدا في مصر، لان يعني معظم المصانع او الصناعات الموجوده في مصر خلاف المصانع العالميه او اللي الدوله بتشتغل فيها بشكل مهم، هو دلوقتي لو هتبقى محتاجه هذه الانظمه. هو اي دلوقتي المصانع خلينا نتكلم في فقره جايه عن تفاصيل وايه اللي ممكن يتقدم للمصانع دي وازاي ممكن يتم التواصل مع الشركه اللي حضرتك بتمثلها، لان ده موضوع مهم جدا ومحتاج وقت طويل. بشكرك على وجودك معانا. مشاهدينا الكرام، للاسف وقت حلقتنا انتهى، اشوفكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده من برنامج البوصله، ومع خالص تحياتي منال السعيد.